قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارة الدولة التي أجراها لمصر، والتي بحث الزعيمان خلالها سبل الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى مستجدات أهم قضايا العمل العربي المشترك والتطورات الإقليمية.